قولي لي، وهما بيحطوا لك البنج وبينيموك وكده، ايه الافكار بقى اللي جت في دماغك؟ لا ما جاش في دماغي اي حاجه غير ان انا ممكن خلاص دي اخر لحظه ليا خلاص. طب ولما فقتوا بقى من العمليه؟ كنا بننادي على بعض، قالوا لنا كده تحت ان احنا واحنا في البنج بنفوق. اللي كانوا ماسكيننا تحت في الرعايه جت قالت لي بعد 3 ايام لما فقت، قالت لي التخاريب بتاعتك انت ودنيا، انتوا الدنيا كانت بتنادي على بعض وهي كانت وانا كنت بنادي عليها. بتتكلموا بجد؟ اه احنا اول ما فقنا شفنا بعض على طول، مش عارفين يعني هو كان في اوضه اصلا ما ينفعش حد يشوفه، بس انا قمت على كرسي كده وحركوني يعني، وقمت وقفت له وبصيت له، وقبل ما امشي برده من الرعايه خالص واطلع الاوضه طلعت برده وبصيت له. طب قولي لي كده مواقف من كريم يعني لا يمكن تنسيها، وانت كمان لا يمكن تنساها. لا بلاش المواضيع دي كلها مواقف وحشه. لا, لا 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 اكيد في مواقف حلوه طبعا. مش فاكرين كتير بقى. مش مهم يعني وقت وخلاص يعني. لا اكيد في مواقف حلوه طبعا ومواقف جدعانه كتير يعني. انت في سنه ثانيه في كليه التجاره؟ داخله ثانيه انت كنت في سنه اولى ودخلة ثانيه. مش العام الدراسي خلاص شهر 9؟ هو ده خلاص. انت في سنه ثالثه تقريبا او رابعه؟ انا المفروض بخلص بس لسه في ثالثه. معلش بس يعني ما انت كان عندك ظرف صحي، مش ازمه يعني، مش ازمه ابدا.